وأسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالخير والبركة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك، اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واحفظنا بحفظك واجعلنا تحت حمايتك. اللهم إن الجزائر خائفة فأمنها، اللهم إن الجزائر عطشانة فاسقها، اللهم إني أسألك أن تنصر أسود الأنفاق، اللهم أنصر أسود الأنفاق، اللهم احمهم من أهل الشقاق والتثبيط والنفاق، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم اخذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك، اللهم اجعلنا كلنا ممن يقال له خذ كتابك بيمينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذه البلدة عين مران ولهذه الزاوية المباركة، اللهم بارك من عندك، اللهم هذا البيت بيتك، اللهم نحن ضيوفك، اللهم بارك في هذا البيت وزده يا ربي كرما وسددا وعلما، واحفظه من ظلم الظالم، اللهم احفظه من ظلم الظالم وكيد الكائد وسحر الساحر يا رب العالمين. اللهم نساء هذه البلدة يا رب بارك لهم في أزواجهم وأولادهم وبناتهم. قالوا لي بالنساء تاع عين مران كلهم يفتلوا الطعام باش يجوا الناس من كل ولايات يأكلون ويسمعون الأذكار ويصلون على رسول الله. اللهم إني أسألك لهذا النساء كما صبروا على نار الدنيا لإكرام الناس، اللهم احفظهن من نار الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آمين، والحمد لله رب العالمين.